يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز القول اعتمدت على الله ثم عليك أم لا يجوز هذا القول؟ لا بأس بذلك، إنما المحذور في توكلت على الله ثم عليك، لأن توكل هذه عبادة، وعلى الله فتوكلوا، توكل من أقسام العبادة. أما الاعتماد لا بأس، تقول وكلتك أو اعتمدت عليك. نعم.